سؤالك حقيقة أنا أتصور أنه سوف يكون القرار أو يكون الانتخاب في هذه الجلسة حاسما، لكن إذا لم يكن هنالك تفاهمات تحصل بين الإطار التنسيقي والتحالف السيادة، من الصعب جدا للمرة الثانية أقولها أن يصار إلى تمرير رئاسة الجمهورية، وأن يكون هنالك تنافس شديد بين الحزبين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الكردستاني الديمقراطي. فمن الصعب جدا أن يكون تمرير إذا لم يكن هنالك توافق بين الطرفين على مسألة اختيار مرشح يمثل الحقيقة، يعني يحظى بتوافق وقبول من الحزبين الكرديين. الحقيقة وجه الخلاف، يعني دعني أعطيني مجال في هذه المسألة، أنه اللي يحصل أنه الحزب الكردستاني ينظر إلى مسألة اختيار رئيس الجمهورية هو عبارة عن استحقاق حزبي، في حين أنه الاتحاد الوطني الكردستاني ينظر إلى منصب رئاسة الجمهورية هو استحقاق كردي. هذا هو أصل الخلاف بين الحزبين، يعني بمعنى الحزب الكردستاني حينما حظي بأصوات، هذه الأصوات تقريبا 33 مقعدا، وحظي بالاتحاد الوطني ب 17 مقعد، يعتقد أنه طالما أنه حظي بأصوات أعلى فإن حصوله على منصب رئيس الجمهورية هو من استحقاقه. والحقيقة أنه أنا في هذه المسألة لي رأي يخالف هذا المنطق تماما. إذا لم يكن هنالك تفاهمات بين الحزبين، فعلى الأقل من العدالة أن تكون هنالك منصب رئاسة الجمهورية يحظى به أحد الحزبين، ومنصب رئاسة الأقليم يترك للحزب الآخر. هكذا هي العدالة، وهكذا المنطق، وهكذا العرف الذي جرى طوال السنوات السابقة. نحن لا نتجه أو لا نقبل أن يتهمش أحد الحزبين الكرديين على حساب الحزب الآخر، مهما كانت المبررات ومهما كانت النتائج المترتبة على الانتخابات والتي حظي بها أحد الحزبين.